An air filled parallel plate capacitor is charged to 30 volt and then disconnected from the battery. يبقى كده نقدر نعرف الشحنة بدلالة ال C. Then a dielectric slab K equals 4.2 is inserted between the plates, filling half of the space between them as shown below. What is the potential difference now across the plates? الأول إحنا كان عندنا مثلا ده كان اسمه C نوت الكباستنس بتاعته وعندنا ال V، فنقدر نقول إن الشحنة اللي هتفضل هي هي هنا وهنا بتساوي السي نوت في ال V، يعني تساوي 30 سي نوت. دلوقتي السي الجديدة اتغيرت بقت سي نوت على 2 اللي هو النص ده، ده سي نوت على 2 لأن الأريا اتقسمت، زائد والتاني برضه سي نوت على 2 لكن مضروب في كي لأن حط فيه داي إلكتريك. هنا 4.2 على 2 يعني 2.1 مع نص يعني 2.6 من السي نوت. عرفنا السي الجديدة واحنا عارفين الشحنة، الشحنة بتساوي السي في الفي. هنا 30 سي نوت، هنا 2.6 اختلف، اذا الفي نقدر نقسم 30 على 2.6 11.54 فولت.